يعتبر الفنان الراحل نجيب الريحاني من أشهر نجوم الكوميديا اللي عرفتهم الساحة الفنية في مصر، سواء في المسرح اللي قدم عليه أعظم روائعه أو في السينما اللي قدم فيها عدد أفلام مش كبير للأسف، لكن تأثيرها كان عظيم. ورغم الشهرة الكبيرة اللي حظى بيها الريحاني، لأن كتير من الناس شايفين أنه ما خدش المكانة اللي كان يستحقها، سواء وهو عايش أو بعد موته، وده علشان صراحته وأراءه المباشرة اللي ما كانش بيجملها أو يخبيها. في حوار صحفي في الستينيات مع الفنانة ماري منيب اللي كانت عضوة في فرقة الريحاني، حكت قصة بتدل على كده. قالت إن الفرقة عرضت مسرحية مرة في مسرح عابدين وحضرها الملك فاروق بنفسه. المسرحية كانت مسرحية باسم حكم أراؤوش، وبتحكي عن حاكم ظالم بيحكم شعب فقير. ورغم إن ناس كتير حذرته من عرض المسرحية قدام الملك، لكن الريحاني كان شجاع واعتبر إن رسالته الفنية تحتم عليه إنه ما يخافش. وبعد العرض قام أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي بمقابلة نجيب الريحاني، وقال له إن الملك معجب جدا بالعرض، علشان كده قرر يمنحك نيشان النيل من الدرجة الخامسة. وقتها كان الريحاني حاسس بالإهانة من الحكومة ومن الملك فاروق نفسه، أولا لأن المعونة بتاعة الحكومة وقتها لمسرحه كانت 150 جنيه، بينما كانت الفرقة المسرحية اللي بتنافسه وهي فرقة رمسيس وصاحبها يوسف بيك وهبي بتحصل على معونة تتجاوز 400 جنيه، وكأن الحكومة بتحاول تنجح المنافسين بتوعه. وثانيا لأن يوسف وهبي وسليمان نجيب أعضاء فرقة رمسيس كانوا حصلوا من الملك على رتبة البكوية، بينما عاش الريحاني حياته كلها أفندي راجل عادي. علشان كده رد الريحاني على حسنين باشا بمرارة وكأن أحد شخصيات أفلامه هي اللي بتتكلم، وقال له نشان الدرجة الخامسة؟ مش ده النشان اللي خدته فرقة سيرك ولاد عاكف؟ لا يا باشا، يفتح الله، أنا في غنى عن النشان، المرة دي سوتوني بالبهلوانات، والمرة الجاية هتجيبوا أراداتي معايا على المسرح. وفعلا عاش نجيب الريحاني حياته كلها من غير تكريمات حكومية، وكان أول تكريم ياخده بعد وفاته بعشرات السنين. رحم الله نجيب الريحاني الفنان العظيم اللي عرف إن ثروة الفنان الحقيقية هي رصيده عند الجمهور مش رصيده في البنك.